بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجود والثناء والمجد والسناء والعز والكبرياء، نحمده على سوابغ النعم وجزيل العطاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدة اللقاء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى صحابته الأوفياء وعلى كل من سار على هداهم من الأوفياء. أما بعد، فسلام الله على أساتذتنا الفضلاء، وأهلا وسهلا ومرحبا بطلابنا الأعزاء. اليوم نلتقي لمسيرة دورة سبق ونظمتها مؤسستنا، مؤسسة الفتح الخاصة للتعليم العتيق بالعيون الشرقية، التي يشرف عليها فضيلة الأستاذ أحمد يخلف. دورة علمية فكرية تكوينية لطلبة المدرسة من خلال إلقاء دروس أسبوعية، وسنسير هذه الدورة وهي في نسختها الثالثة، ومعنا اليوم أول دروسها. وبما أننا سنفتتح هذه الدورة اليوم، فإن خير ما نفتتح به آيات بينات يتلوها على مسامعنا الطالب القارئ أحمد عوادي، فليتفضل مأجوراً.